الموضوع اللي كيهمكم هو استقالتي لأصل العمري. استقالتي لأصل العمري لا يوجد نص في النظام الداخلي يسمح بالمناقشة، فقط أن المجلس الوطني كيسمع اللي يمكن يفتحوا مناقشة بغاو ولكن غير قابل للتصويت، لأن هذا قرار ذاتي وفردي ديالو. ثانيا أن المجلس الوطني ينتخب الأمين العام ولا يقيله، كيقين نفسه بنفسه. المسألة الثالثة الأخرى هو أنه وفق الفصل 39 من النظام الداخلي، هو أنه حينما يتم انتخاب الأمين العام للمستقبل، لأن أصلا خليو الدورة مفتوحة باش نديروا أمين عام في المستقبل، يتم انتخاب بالمكتب السياسي مباشرة، معناه أنه حينما يرحل السيد ياسر العمري سيرحل مع المكتب السياسي ككل، بما فيه أنا اللي عضو في المكتب السياسي. لهذا فالآن غادي نشوفوا اليوم باش غادي يوقع في جميع الأحوال. أنا بالنسبة لي هذه مرحلة مفصلية عند الحزب، إما غادي يمشيو للأمام إما غادي يمشيو للنقص. وانا ذاك غادي تكون نتيجه لا للمشروع ولا للحزب سيئه جدا الى رجعنا للور. مجموعه من اعضاء المجلس الوطني كيقولوا انهم غيدخلوا قبل ما يبقى المجلس الوطني خصهم يناقشوا وجدوا الاعمال واعاده ترتيب النقاط ديالهم. يناقشوا هو سيدو قراري، ما عندنا مشكل يناقشوا وعاود يرطب. واش غيرطب؟ غيديروا الياس العمري ولا المشكل؟ ما عندنا مشكل. شوف قابلين، عندنا قدره للمناقشه وعندنا اراده للمناقشه وما كيخوفنا لا احمد لا علي. الاشكال اللي عندنا فقط هو انه واش هذا المشروع تسمح له باش يتطور ويزيد لقدام ولا لا؟ هذا هو السؤال وغادي نشوفوا اليوم.